تتخمى. صباح الخير يا عم علوان. الله، وانت تعرفي اسم منين يا حلوة؟ فضحتني يا غبي. هو في حد ما يعرفكش يا لئيم؟ عارفينك من صحاباتنا اللي ساكنين عندك. عاوزين روتا. وشوف اهو، افتكر ملكش حاجة بعد كده. خف شوية هتفضحنا. ايوه بس اصل ايه تاني؟ ده احنا عملنا اللي انت عايزه اهو. ده احنا جبنا الفساتين دي بالعافية ورهنا البدل. اوعى شيخ، اصلكم جايين في وقتي مش هو. اعمل معروف يا عم الوان. ده احنا استوينا يا جدع. يا خسارة، مفيش ولا أوضة فاضية. ما تكذبش يا عم علوان، الأوضة البحرية فاضية. والأوضة اللي في الجنينة فاضية، اديها لهم. لا إلا دي، أصلها مخزن. ما معروف يا عنكري، ما هياش حد بالكثرية. يعني يرضيك بهدلتنا في الشوارع والمعاكسة والأرز وقلة الحياة؟ بص شو؟ يعني هم اللي هياخدوها أحسن منهم. ربنا يحميكي يا شابة. حرام عليك يا عم علوان. دول بالذات هاخد فيهم رفد. يا شيخ صلي على النبي بقى. يلا بقى صلي بقى عشان تطير. يلا بقى صلي على النبي يا مالوان. شيل. يا جدع مش كده. اتفضلوا. الأوضة إيه؟ وربنا يستر بقى. إحنا متشكرين قوي يا عم. العفو يا طلعايا. يا بلع بطاطا ولا ايه؟ انت بتتكلم من ايه؟ ورينا حاطط ايه في زورك؟ مفيش حاجه وشرف بابش. ولا انت لازم تتكلم زيي على فكره. انا ما اعرفش. خلاص يبقى نقول عندك برد مزمن ونزل. انت عارف ابوه وابوك بيعملوا ايه عشان يبعتوا لنا 10 جنيه كل شهر؟ عارف، اشتغلوا اوفر تايم عند البشخ الغفر وجايبنا في ملقى في بنات. ادي دقني لو فلحنا. دهنك ايه يا وليه انت؟ ايه يا بنت الطعامه دي؟ ما خلاص بقى عليه العوض. ما تجيبي بوس يعني. ولا ايه؟ لا احنا جدعان قوي. لا احنا جدعان سوا. يا دهمد يا دهمد، انا بهزر. انا بهزر يا خراشي.